ترامبوزيتيف نون سبور فورمينج روتس. اذا هي جرام بوزيتيف وغير مكونه للسبورات مثل ما تلاحظون السلايد اللي موجود. الصفة التشخيصية الثانية إلها تحت المتشر تكون تامبلينج موتيليتي، يعني لما أسوي لها أخذ ويت دروب من المزروع اللي مزروعة هي بي راح ألاحظ حركاتها تكون تامبلينج، يعني مثل حركات البهلة، وحلاحظها سمول راوند ترانسلنت on blood agar it gives a zone of hemolysis، يكون تكسر الدم، فراح نشوف a clear zone اللي هي نسميه بالبيتا هيموليسيس. طبعا الهيموليسيس يكون انواع بيتا الفا جاما، فهي من النوع اللي تكون بيتا هيموليسيس. ايضا الفحوصات التشخيصيه الها this organism is facultative anaerobic، هذه البكتيريا هي تكون فاكولتيتف. اقصد بالفاكولتيتف انيروبيك يعني لا هوائيه اختياريه، يعني بالامكان انه لو موجود اوكسجين تنمو، ما موجود اوكسجين ايضا تنمو. produces acid but not gas from using the carbohydrates. catalyze positive اسكولين هيدروليسيس بوزيتيف. فهذه صفاتها التشخيصيه، يعني لو طلبت من عندك بالامتحان انه ايدنتيفيكيشن كاركترز اوف ذيس مايكرو اورجانيزم راح تعدد لي هذه الفحوصات. بالنسبه للاسكولين مثل ما تلاحظون هذه التيوبات، الاسكولين از ا ووتر سوليوبل جلايكوسايد از هيدرولايز باي سيرتين بكتيريا تو yield glucose and scolitin. فهذا الوسط الزرعي موجود بالاسكولين، فالبكتيريا تستخدمه حتى بالتالي تكسره وتنطي سكوليتين وجلوكوز. راح يتفاعل السكوليتين ويا الفيريك ايونز اللي موجوده بالوسط، فراح يتحول لونه الى البلاك. فلو كان الوسط يعني تحول الى البلاك فاقول هي سكوليتين بوزيتيف، تمام. فهذا فحص تشخيصي ايضا لهذه البكتيريا. بالنسبه للسيروتايبس، there are 13 known serotypes based on osmotic and H flagellar antigens. طبعا البكتيريا تكون المرض اللي او الديزيز هو الاستريوسيس، فتقريبا 95% of listeriosis are caused by these three serotypes اللي هو 1-2A, 1-2B and 4B. فمن هذه ال 13 known serotype هذه الثلاثة هي تكون مسؤولة عن الاستريوسيس. السيروتايب 4B causes the most of the foodborne outbreaks. هذا السيروتايب هو يكون most of these outbreaks هو يكون المسبب إلها. تمام طلاب؟ بس داريد أطل أسوي لكم ميوتيشن بس دقيقة. أكو ناس دا تحكي ودا تأثر على الكل. susceptibility to chemical and physical agents. طبعا احتمالك وطالب هسه دا يسأل انه ليش دا اخذ هنا تحسسها بالمواد الكيميائية، هنا درجة الحرارة، الملح، البي اتش، هذا لان احنا قلنا هي تنتقل عن طريق الكونتامينيتد فود، مثلا واحد منها هو تشيز الاجبان، فراح تلاحظ انه هي مثلا بالنسبة للتمبرتشر ات كان جرو
from 0 to 45 درجة الحرارة بين 0 وال 45 درجة مئوية بإمكانها أن تنمو بينها. Slow growth at colder temperature راح كل ما تقل درجة الحرارة نموها يقل، مثلا بدرجة 4 درجة مئوية the doubling time is 43 hours، بدرجة 10 درجة مئوية the doubling time is 6.6 hours، بدرجة 37 درجة مئوية the doubling time is 1.1 hour. It cold at temperature of more than 50 centigrade. فإذا درجة أعلى من 50 درجة مئوية تقتل بهذه الجرثومة، لكن بالأقل بتلاحظ أنه هي تنمو، وكل ما قلت درجة الحرارة كل ما doubling time إلها راح يكون أقل، يعني يحتاج وقت أكثر. بالنسبة للسولت it can grow at high levels at moderate salt concentration 6.5%، وأيضا بإمكانها أنه تنمو in the presence of 10 إلى 12% salt، فحتى بالتراكيز العالية أنه بالإمكان أنه تنمو التراكيز الملحية العالية. بالنسبة للـ pH grow at pH value of 4.5 و survive بإمكانها أيضا بـ 4.3. بالنسبة للـ 0.1% organic acid inhibit bacterial growth، فإذا فقط أنه 1% من الـ organic acid بالإمكان أنه يقتل أو inhibit، هو مو كل وإنما يثبط نموها. شنو الصفات التشخيصية إلها مختبرية؟ بالنسبة لفحص الكاتاليز بوزيتيف، قد يسأل الطالب شنو فحص الكاتاليز؟ أنا أتوقع أنه تأخذوه بالمختبر لأن كله يدرس هذا بالمختبر. فحص الكاتاليز هو قابلية البكتيريا على إنتاج إنزيم الكاتاليز، هذا الإنزيم يكسر H2O2 بيروكسيد هيدروجين، يكسره وينطيني أكسجين، فالناتج هو بابلز. فإذا راح تأخذوها على السلايد تخلوها أو تخلوها بوسط زرعي، فإذا شفت البابلز يعني أنه البكتيريا كاتاليز بوزيتيف. بالنسبة للموتيليتي قلنا هي تامبلينج موتيليتي، هذه صفة تشخيصية إلها. إن هانجينج دروب بريبريشن، فهذا هنا هانجينج دروب بريبريشن أقصد بيه أكو سلايد، بس هذا السلايد ما يكون مسطح، هذا السلايد يكون بيه مثل التقعر. فلما أضيف البكتيريا بليكويد ميديا راح الاحظها انه حركتها مثل يعني حركه بهلوانيه، يعني مثل فد واحد يقفز للاعلى وللاسفل على يعني بصوره غير مستقره بالدروب بهذا القطره اللي انا خليتها ودي افحص تحت المجهر. ايضا موتايل بدرجه حراره 25، ويكون حركه شكل الموتيل بروتين called CAM factor. CAM factor interacts with beta hemolysin produced and secreted by Staphylococcus aureus. This result in enhanced or synergistic hemolysis. فتفاعل CAM factor مع الهيمولايسين اللي تنتجه Staph aureus راح يسوي enhancement للهيموليسيس. ايضا وجدوا بعد هاي الاكتشاف وجد انه هذا الكام فاكتور ايضا تنتجه الاستيريا مونوسايتوجينز، فاذا موجوده نوعين من البكتيريا اللي تنتج كام فاكتور اللي هي جروب بي ستريبتوكوكاي والاستيريا مونوسايتوجينز. تمام، فاذا هذا فحص تشخيصي، يعني اضافه الى كولوني مورفولوجي، جرام ستين، كاتاليز تيست، أسوي كل هاي الفحوصات، بعدها أجي أسوي كام تيست. فإذا كانت إذا أنطتني بوزيتيف فإذا هي الاستيريا مونوسايتوجينس. هذا تخطيط
يبين انه كيف خلينا نقول هنا ستافيلوكوكسوريوس بالوسط ازرعها، وازرع مثلا انا قلت هي موجوده بس نوعا من البكتيريا اللي هي جروب بي ستريبتوكوكس ازرعها بهالاتجاه، والاستيريا مونوسايتوجينس ازرعها بهالاتجاه هذا، يعني بس خطوط. ف A positive result is indicated by the presence of a clear zone, arc or circle of enhanced hemolysis. فلاحظ هذا الطبق حقيقي انه بعد ما زرعت راح يصير عندي مثل شكل السهم، هذا دليل انه هي كان factor positive، يعني صار enhancement للهيموليسيس. اوكي طلاب، اكو سؤال لحد السلايد هذا؟ اكو سؤال واضح؟ pathogenesis. Listeria monocytogenes enters the body through the gastrointestinal tract after ingestion of contaminated food such as cheese, fruit. البورتال اوف انتري لها هي عن طريق الاكل الملوث والسيلز and that contribute to virulence. فاذا هذه الادهيسينز اللي قلنا هي شنو؟ هي عوامل تساعد البكتيريا انه تلتصق بالخلايا، خلايا المضيف، وبالتالي هي تساهم خلاص عن طريق هذه البروتينات التصقت بالابيثيليال سيلز حتى تسبب امراضية. Next, what happened? It has cell wall surface proteins called internalins ecaterin. Ecaterin is a receptor on epithelial cells. فإذا هسه عن طريق من تلتقي أو تلصق بالإبيثيليال سيلز تلتصق أيضا عن هذه الاثنين البروتينات اللي هي internalin A and B. والريسبتر اللي موجود على سطح الهوست سيلز على الابيثيليال هو الايكاترين، فراح يصير انتراكشنز. لما راح يصير انتراكشنز راح الخطوه النكست بروموتينج فاجوسايتوسيس، راح يصير عندي عمليه فاجوسايتوسيس مثل ما تلاحظون بالفيجر انه التصقت، بعدها راح يصير انجولفمنت، راح يصير عندي عمليه فاجوسايتوسيس. After phagocytosis the bacteria is enclosed in a فاجو لايسوسوم هنا، حتى الجسم لما ياخذها هنا ايش راح يسوي؟ حتى تصير عمليه تكسير لها وتخلص. هنا ايش حد تمتلك البكتيريا حتى تقاوم مناعه الجسم؟ Where the low pH activates the bacteria to produce listeriolysin O. بداخل الفاجوسوم موجوده low pH، فهذا يساعد البكتيريا انه راح تنتج الفاريولنس الاخر اللي هو الاستيريولايسين او. هذا الانزيم مع الفوسفوليبيز ايش راح يسوي؟ راح يسوي لايسز للميمبرين اوف ذا فاجو لايسوسايم، راح يكسر الفاجو لايسوسايم، فراح تطلع البكتيريا allows the listeria to escape into the cytoplasm، فراح تهرب من اللايسوسايم الفاجولايسوسايم، فراح وين تروح؟ راح تروح للسيتوبلازم of the epithelial cell. اوكي وصلت للسيتوبلازم. The organism proliferate، راح تبدي تتكاثر، تلاحظ انه تبدي تنقسم. موجود على سطحها بروتين اسمه الاكتا ACTA. Another Listeria surface protein induces host cell actin polymerization.
راح يصير عملية بالأكتين مال الخلية المضيف، راح يصير بالبوليميريزيشن which pushes them to the cell membrane. فمن تصير عملية البوليميريزيشن راح يدفع الخلية البكتيريا الما إلى حافة أو السيل ميمبرين مات الهوست. They cause formation of elongated protrusions called filobots. فهذا هذه البكتيريا نسميها بالفيلوبوتس. These filobots are ingested by adjacent epithelial cells or macrophages and hepatocytes. لاحظ انه موجودة الخلية الثانية المجاورة راح تسوي ingestion، لان شافت هذه النتوءات فتشي غريب بالنسبة للحالة الطبيعية الموجودة في الجسم، فراح تسوي لها phagocytosis، راح تاخذها. فهنا الليستيريا are released، راح تبدي تتحرك و the cycle begins again، فراح تعيد نفس السايكل اللي بدتها. So the listeria can move from one cell to another without being exposed to antibodies, complement or polymorphonuclear cells. فإذا تلاحظ انه هي تتنقل من خلية الى خلية اخرى بدون ان يتعرف عليها دفاعات الجسم، لا الاجسام المضادة ولا الكومبلمنت ولا حتى كريات الدم البيض اللي هي وظيفتها دفاعية. فهذه هو الباثوجينيسيس of this bacteria. Another virulence factor that the listeria has it is siderophores. Listeria produce them and are able to obtain iron from transferrin. فلاحظ انه البكتيريا تفرز السيدروفورس. السيدروفورس شنو هي؟ is a small high affinity iron chelating compounds secreted by microorganisms serving to transport iron across the cell membrane. فهذه هي هنا أنا معلميها بهذا اللون البلو، حتى chelating يعني تبدي تاخذ الحديد من محيط البكتيريا وتدخله الى داخل البكتيريا. فهذا ايضا فاريولنس فاكتور اخر تمتلك البكتيريا حتى يساعدها على الامراضية. طلاب لحد الان اكو سؤال؟ تمام. What disease can listeria cause? طبعا من اسمها listeria، الديزيز اللي سببه هو listeriosis. Is a serious infection caused by listeria monocytogenes. This infection occur after consumption or consuming contaminated food. Listeria monocytogenes typically enters the host through the intestine and infect the liver تصيب الكبد. At this stage the vast majority of infection ends. فإذا هنا تبدأ تصيب الكبد، فبالإمكان دفاعات الجسم تقضى عليها وينتهي كل شيء لهذه المرحلة. لكن however in immunocompromised or other at-risk individuals the infection may continue and eventually move to the brain. بعض الأحيان وخاصة اللي مناعتهم قليلة راح تبدأ تنتقل إلى البرين، and it can cause sepsis, meningitis in elderly and other immunocompromised patients. It also can cause flu-like illness in pregnant women. راح تنطي أعراض تشبه الفلو، لكن إذا ما عالجت هذه if untreated it can cause miscarriage, stillbirth and preterm delivery. فقد يسبب إنه الإسقاط عند النساء، أو قد يسبب ولادة مبكرة، أو قد يسبب موت الجنين. ف
هذا كله انه اذا if it's not treated. تمام. بالنسبة للتريتمنت اريثروميسين or intravenous trimethoprim sulfamethoxazole. طبعا السلفوميثازول دراج for the central nervous system in patients who are allergic to penicillin. بعض المرضى يكون عنده حساسية تجاه البنسلينات فينطوا الترايميثوبرين سلفوميثازول for the treatment. And the last slide is thank you for your attendance. Is there any for your listening? Is there any question? تمام. هي انترنالين اي اند بي هذه تتفاعل مع الايكاتيرين اللي موجوده على سطح الخليه حتى تصير عندي عمليه الفاجوسايتوسيس. تدخل البكتيريا الى داخل الفاجوسايتس راح تدخل تلاحظين هنا بهذه الدائره راح تدخل الى داخل الفاجولايسوسوم. بداخلها يكون لو بي اتش. بما انه موجود لو بي اتش فالبكتيريا هذا راح يحفزها انه تنتج الاستيريولايسين وبمساعده الفوسفوليبيز راح تبدي تكسر الميمبرين اوف ذا فاجولايسوسوم وتبدي البكتيريا ريليز فروم ات. بعدها راح تدخل وين راح تكون بالسيتوبلازم اوف بكتيريال سيل العفو اوف هوست سيل. هنا ورا ما يصير عندها بروليفريشن راح تتكاثر موجود على سطحها ACTA is another listerial protein. هذا راح يسوي induction للسيل host cell actin polymerization. راح هذا البوليمرزيشن راح يسوي بوش راح يدفع الخلية هي والسيل ميمبرين راح تتكون عندي نتوءات هذه تكون حاوية على البكتيريا نسميها بالفيلوبوتس. هذه الفيلوبوتس راح تتعرف عليها الخلايا المجاورة اللي هي epithelial cells أو macrophages أو hepatocytes فراح تبدي تسوي لها engulfment راح تاخذها فراح تبدي نفس السايكل تنعاد. بسبب هذه الظاهرة الاستريومونوسايتوجينوس كان موف فروم سيل تو انذر without being exposed to antibodies. ما راح تتعرف عليها لا الانتيبوديز ولا الكومبلمنت ولا الخلايا الدفاعية. ليش؟ لأنه هي تكون بداخل الفيلوبوتس اللي هي قلنا نتوءات من السيل ميمبرين وتكون حاوية على البكتيريا. سأتمنى يكون واضح. واضح ماما؟ واضح دكتورة شكرا. العفو.